ملكوت خلقوا الله، ولا عمرنا عرفنا ماشيين في اي اتجاه، احنا وظروفنا في منا ينده لنا، شمالنا يلقفنا. هل كنا حاسبين خطوينا وبكرة ست ومغرية، بنشم على ظهر ايدينا ولا احنا مثلا انبيا؟ ضحك الزمان فجأة علينا وهرانا كلنا سخرية، طلع اللي قال الرجل الدب مكان مضحك جدك كبير قوي يفسدنا. وسكك بتتغير، ماشيين بأمل إنما مش مفروشة لنا ورد. بتاخدنا دنيانا أهيانا، أوقات على أخوانا بنكون في أبعد سما، ننزل لسابع أرض. هل كنا حاسبين خطوينا وبكرة ست مغرية، بنشم على ظهر ايدينا ولا احنا مثلا انبيا؟ ضحك السماء فجأة علينا وهرانا كلنا سخرية، طلع اللي قال الرجل الدب مكان ما تحب جدك كبير قوي يكسفنا. يا سلام، ده حمام فخم قوي يا باشا. بس انا لاحظت شباك الحمام يا باشا من غير حديد، وده بيطلع الجنينه كده خطر، مفيش امان اللي من دول. ربنا يستر. تعال على كرسي. تحت امرك يا باشا. شوف يا استاذ مرسي، انا عايز اعمل معاك اتفاق. رقبت يا باشا. طبعا ظروف عباس الماديه مش قوي، دي منيله بستين نيله يا باشا. شوف يا استاذ مرسي، انا عارف ومتاكد ان عباس لا يمكن ابدا يقبل مني اي مبلغ مهما كانت الظروف. حاولت معاه كتير قبل كده وفشلت. فقري افندم بتقول ايه؟ لا قصدي نفسه عزيز عليه. اه انت هتقول لي عايزك بقى بطريقتك اللطيفة دي انك تدي المبلغ ده لعباس يمشي بيه نفسه شوية. فلوس؟ انت بتشتمني يا باشا؟ يا دكتور مرسي اسمع كلام، ارجوك ادي المبلغ ده لعباس، دول 2000 جنيه يا اخي. اذا كان على الفلوس ما تحملش هم، وعباس ما تقلقش عليه انا بعرف اتصرف له. يعني انت متأكد؟ طبعا يا باشا.
اللي باشا صباع المنبر اللي انت بتدخنه ده بكام؟ فاروق بين وش الدرج كام؟ مفيش حد فوق يا بيه. طب معلش هقعد استناه. هتستنى ايه؟ ده كلهم سافروا. سافروا فين؟ الله اعلم، لكن لو عايز تستعلم بكره من الندمه تطب عليهم في المكتب بتاعهم في وسط البلد عشان انهاردي اجازه، ولو عارفين حاجه اقولوا لك. صباح الخير. الباشا مش موجود، مسافر. انا عارف انه مسافر، هيرجع امتى لو سمحت؟ انا عايزه في حاجه مهمه. اتقيل ويرجع بالسلامه. هو ايه اللي حصل؟ وقع مننا في المحكمه وابنه وبنته خدوه سافروا بره. امتى حصل الكلام ده؟ الخميس اول امبارح. احسن خبر سمعته في حياتي. يا ساتر، ساعات المستشار يقع مننا في المحكمه يبقى احسن خبر في حياتك. انا مش قصدي، انا قصدي انه ما طلعش ندل. فاروق بيه ندل يا سيدي. انا بتكلم على حاجه تانية خالص. اذا سمحت التليفون ده فيه دولي، عايز اكلمه. بقول لحضرتك ده تعبان عيان وحالته خطيره. لا طب ممكن اكلم ابنه هشام بيه، انا حماه. يا خبر، انا اسف جدا لمؤاخذه. هو معاه روبي، تطلبه على نمرته في اي لحظه يرد عليك على طول. اهي الو. ايوه مين معايا؟ انا عمك لطفي يا هشام يا ابني، ابو لبنى. اهلا يا عمي، كويس انك اتصلت. ده انا من اول امبارح بحاول اتصل بيكو. لا خلاص يا حبيبي، انا عرفت كل حاجه. المهم سعاده الباشا اخباره ايه؟ والله تعبان يا عمي، اول ما وصلنا عملوا له عمليه. ربنا يشفيه وترجعوا لنا بالسلامه ان شاء الله. لا ما تقلقش، هفهم لبنى على كل حاجه. حالا حالا هروح لها. مع السلامه يا حبيبي، مع الف سلامه. انا متشكر قوي، متشكر قوي قوي. عارف السلامه سعاده الباشا. خبر هيفرحها قوي. ابعد عن سكتنا بقى، انت جاي تعلقنا بحبال الهوا الدايبه. بابا تكبه وخش جوه عشان ما طلعش نادي يا رب. ابو تعب تعب خطير جدا واضطر يسافر معاه. بجد يا بابا؟ طب وبابا عامل ايه دلوقتي؟ بقول لك ايه يا راجل، انت احنا من ساعه ما شفناه والمصايب نازله ترف علينا. استنى بس يا محمود، هفهم لابنا الموضوع. موضوع ايه وسخام ايه؟ مش كفايه؟ مش اتجرسنا قدامك في الحاره؟ عاوز ايه تاني؟ خش جوه يا بنت خش. بس بيها، سيبيها دلوقتي. انت عاوز مننا ايه يا جدع انت؟ ما تحل عننا بقى. والله في ايه يا اخوانا؟ انتوا مصرين تميلوا بختها ليه؟ الواد سافر غصب عنه، ابوه وقع في المحكمه اضطر يسافر معاه. شبعنا من الحكايات والقصص اللي عمال تحكيها لنا. بقول لك ايه يا راجل يا طيب، مش احنا اتفقنا تطلقني قدام الحاره؟ ما تطلقني وتخلصني بقى يا ست. هطلقك والله العظيم هطلقك، بس بعد ما اجوز لابني. الله الله الله، ايه يا جماعه في ايه؟ صوتكم جايب اخر حاره. احضرنا يا عم طه دلوقتي. انا مش ابو لبنى؟ ابوها ولا لا؟ ايوه ابوها طبعا. يعني انا اكتر واحد تهمه مصلحتها صح؟ صح، ما فيهاش كلام. قول لهم. طب يا عم طاهر، انا طالبه الطلاق، هي العيشه بالعافيه يا اخويا. يا جماعة استهدوا بالله وصلوا على النبي. عليه الصلاة والسلام يا نبي. شوفوا بقى، ظهر كام سنة اللي أنا غبت فيهم عن البيت، كل واحد فيكم بقى ياخد رأيه من دماغه. الكلام ده ما ينفعش. البيت ده في رأي واحد، رأي أنا، مفهوم؟ أنت ده أنت مش كان المفروض تروح الشغل؟ شغل إيه بقى؟ الشغل اللي كلمك عليه محرب بنفسه، كان المفروض تروحه النهاردة. ولا أنت عجبك قوي قعدة البيت جنب أمك؟ وانت يا اختي مالك مكظمه كده ليه؟ بقولنا لك هتتجوزي خلاص. الواد طلع مظلوم، سافر مع ابوه، وابوه تعب جدا. مسربعه قوي على الجواز. انا اللي جبته لنفسي، جيت اكحلها عمتها. انت بتبرطمي تقول ايه يا وليد؟ انا؟ ادخلي حضري الغدا. هنقعد من غير غدا؟ اسد يا سلطفي اسد. يا سلام حاكم بيتك بالتمام والكمال. بقول لك ايه يا سلطفي؟ مش واجب برضه تديني عنوان سيادة المستشار عشان ابعت له تلغراف اطمن عليه. بابا 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 وحشتني يا بابا. قول لي يا وحيد، هو 5 في 6 بكام؟ مش عارف. اخوك مش عارف 5 في 6 بكام؟ بدل قعدتك دي ذاكر له، على الاقل لما يدخل المدرسة يفرح. لا 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 سيبوه، انا سي وحيد انا بتفهم انا وهو كويس قوي. عن اذنكم تعالى وحيد. اسمع يا راجل انت، انا ضغط عالي ومررت مش ناقصه، انت صدقت ان انت راجل البيت؟
هتقابليني راجل البيت لغايه ما اطلق. وهتطلق امتى ان شاء الله؟ الطلاق المناسب في الوقت المناسب بعد جواز لبنى. صباح الخير. صباح النور يا سعد. دخل دي على مكتبي واعمل لي فنجان قهوه بسرعه. امرك. صباح الخير. يا سلام. صباح الخير يا برودك يا اخي. يا سعيد انت لسه جاي دلوقتي يا ابني؟ الساعه 12. ايه ده بقى؟ دي تهزيق على الصبح ولا ايه؟ بقول لك يا سعيد، الصحوبيه حاجه والشغل حاجه، ماشي؟ طب والله العظيم يا بيبرس انا نايم النهارده الساعه 7 الصبح. يا عم انا مالي؟ ما تنام وقت ما تنام، انا مالي انا؟ دي مشكلتك مش مشكلتي. تقعد انت وتسهر طول الليل يمين وشمال وبعدين تجيلي بعد الظهر. يا سعيد دي مش تكايه يا اخوي. الله، مش قوي كده، ما احنا كنا بنقعد امبارح طول الليل. ايوه ايوه احنا كنا بنقعد مع بعض امبارح طول الليل، ما قلتش حاجه. بس انا جيت الساعه كام؟ انا جيت الساعه 11 ونص. شفت النشاط اللي انا فيه؟ بيبرس، سيكاست اخوك وحبيبك عايز سلفه. لا يا سعيد كده حقيقي ما ينفعش يا ابني. انت بقالك يومين بس في الشركه واخد ضعف مرتبك مرتين. الله، جرايست رايسك عليا حساب في الديسكو يا اخي عايز ادفعه. يعني رديك اتهزق؟ ده انا سيكاست حبيبك. مش معقول يا سعيد، هتخليني اندم ان انا شغلتك معايا. جرايست رايسك. طب ده انا النهارده مجهز لك حته دين سهره زي الفل. اه طيب خلاص، عدي على الخزنه وخد اللي انت عايزه وانا هكلمهم دلوقتي. يا ابني انت باشا طول عمرك باشا. الاستعلامات فين لو سمحت؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت عاوز اقابل الاستاذ محرم بيه. محرم بيه رئيس مجلس الاداره؟ ايوه. بخصوص ايه بقى؟ هو حضرتك بس اديله خبر، هو منتظرني. طب الاسم من فضلك؟ محمود لطفي الجنايني. طب ثانيه واحده. محرم بيه، انا اسف يا فندم، بس في واحد بيسال على سعادتك اسمه محمود لطفي الجنايني. ايوه يا باشا. حاضر يا باشا، تحت امر سعادتك. مع السلامه. سيد، وصل الاستاذ لمكتب محرم بيه لو سمحت. شكرا. ادخل. محمود لطفي الجنايني يا فندم. اهلا اهلا يا محمود، اتفضل تعالى يا حبيبي تعالى. اه يا حمى، اه ثانيه واحده حلوه معاك. ها جبت الاوراق بتاعتك؟ اي ايوه يا فندم اتفضل. عظيم جدا جدا. اه يا حمود اتفضل. ايوه اديني الاستاذ عبد المقصود في اداره المستخدمين لو سمحت. تشرب حاجه محمود؟ لا لا متشكر يا فندم. يا استاذ عبد المقصود، بقول لك ايه؟ هبعت لك الاوراق بتاعت واحد اسمه محمود لطفي الجنايني، عايزك تبتدي له اجراءات التعيين بتاريخ النهارده على طول في الوظيفه الفاضيه عندنا في اداره التوريدات. خير؟ في ايه؟ بتكلم استاذ عبد المقصود. ايه؟ في مدير جديد اتعين للاداره؟ ازاي الكلام ده يحصل من ورا ظهري؟ ومين الامر بتعيينه؟ كده؟ طيب طيب. اقعد اقعد، انا راجع لك على طول. بابا ايه التهريج ده يا بيوسف؟ تعين موظف في الشركة وفي وظيفة مهمة، مدير إدارة التوريدات، من غير ما نعرف إزاي يعني؟ إيه المشكلة؟ فيها إيه يعني؟ وأنا مش من حقي أعين أي حد ولا إيه؟ من حقك، بس تقول لي، تاخد رأيي. أنا بس مش قادر أفهم. أنت ليه لغاية دلوقتي مش قادر تقتنع إن أنا المدير التنفيذي بتاع الشركة دي؟ قوم مشيها كويس قوي. بعدين الموظف الجديد ده مزعلك في إيه؟ مزعلني ده إيه؟ أنت عايز توظف حد في الشركة من غير ما أشوفه ولا أعرفه ولا حتى أقعد معاه؟ أجي عين موظف جديد في الشركة أتفاجأ بالحكاية دي؟ نعم.
انت كنت عايز تعين موظف جديد من غير ما تقول لي؟ بيبرس بلاش النديه اللي في كلامك دي. خلاص خلاص اهدى اهدى، بلاش تعصب نفسك خالص. اي موظف عايز تعينه هنعينه على طول. ده الورق بتاع الموظف الجديد؟ حاضر. محمود لطفي الجنايني ده حضرتك تعرفه منين يا بابا؟ ابن اعز اصدقائي. ما شاء الله، واضح ان حضرتك مخلص لاصدقائك زياده عن اللزوم. طيب تحب نعينه فين بقى؟ انا قلت للاستاذ عبد المقصود يعينه في اداره التوريدات. هايل، خلاص ما تشيلش هم، اعتبر الموضوع منتهي. انا هكلم الاستاذ عبد المقصود وكل حاجه هتبقى تمام وزي الفل ان شاء الله. بتجري بتسرع كده ليه؟ ايه بارك لي يا عم طاهر، استلمت الوظيفه. الف مبروك يا ابني. ما قلتليش انهي شركه اللي هتشتغل فيها يا ماما؟ يا ابو محمود. ايه يا واد؟ باركي لي يا ماما، باركي لي. ابارك لك على ايه؟ اتعينت في اكبر شركه في البلد. الف مبروك يا واد. والمرتب ايه؟ 500 جنيه في الشهر. 500 جنيه في الشهر كل شهر؟ يا الف رايا بيضا، يا الف مبروك. ده انا هروح للوليه ام سلوى احط صباعي في عينيها، خليها بتتهنى بخميس، ده انا هوكس دي هتشوفه كل ليله جمعه بس. الف مبروك يا سي محمود. الف مبروك يا سيدي. بسم الله ما شاء الله. طبعا يا عم نص باكو اول كل شهر. صلاه على النبي صلاه على النبي. 500 100 خمسايه كل خميس. ما تاخديش بالك. بقول لك يا سي محمود، مين اللي جاب لك الوظيفه المحترمه دي؟ بابا طبعا. الراجل ده مش ابوك. بتقول ايه يا عم طه؟ الراجل ده ابو الحاره كلها. صدقي ست مهجة، انا عندي طلبات جوه في الشقه قد كده اهو، كلها من مقاطيع الحاره. ايه؟ من شباب الحاره يعني، كلهم عايزين سي لطفي يتوسط لهم في شغلانه. ربنا يخليه لكم. كده المكتب منين؟ نطلع منه هنا اهو على الصاله. بعد كده يبقى الحمامات تحت بقى. مرسي النهارده انا اسعد انسان في الدنيا. ايه اكلت كباب النهارده؟ كباب ايه يا طب؟ ايه علاقه الاكل بالسعاده؟ امال مالك مزقطت كده والفرحه هتنط من وشك؟ المشاكل اتحلت. ايه الامريكان خرجوا من العراق ولا الاسرائيليين انسحبوا من فلسطين؟ يا ابني احنا مالنا ومال المشاكل دي؟ المشاكل دي هتفضل للاجيال القادمه تبقى تحلها براحه راحتها بقى. احنا بنتكلم على المشاكل المقدوره عليها زي مشاكلنا مثلا. ايه اخيرا اعترفوا بيك؟ يعني الاهم لبنى مشكلتها اتحلت ومحمود مشكلته اتحلت كمان. طب ومشكلتك انت مش هتحلها؟ هحلها يا مرسي هحلها. ازاي؟ هترفع قضيه؟ هرفع قضيه على مين؟ اذا كانوا ولادي مشكلتهم ان هم مش معترفين بعباس الدميري، انا مشكلتي اكبر. مشكلتي ان مفيش عباس الدميري ده في الدنيا. نبتدي بقى في الخلل وضرب الدماغ. افهمني، انت فاكر الكتاب اللي انا كنت جايبه من العراق وخايف عليه زي روحي؟ انا ما شفتش معاك كتاب يا ابني. الكتاب اللي كنت قاعد اكتب فيه طول سنين السجن. قصدك شويه الورق الزباله دول؟ هم شويه الورق الزباله دول، هم خلاصه عمري كله. انا مش فاهم حاجه. شويه الورق دول هم اللي هيرجعوا عباس الدميري تاني. انت ناوي تجنني؟ ازاي الورق ده هيرجع عباس الدميري؟ هنشره في كتاب. والكتاب ده هيوكلنا عيش؟ يوكلنا عيش يا ابني، بعديها هنبقى مليونيرات من شويه ورق. ازاي الكتاب ده هيقلب الدنيا؟ هيهز الوطن العربي، هيهز العالم كله. الكتاب ده عبارة عن نظرية، بحث في التاريخ كما يجب أن يكون. يا عم احنا عايزين ناكل كما يجب أن يكون. الكتاب ده هيخلي ولادي يفتخروا بيا، هيخليني يا مرسي أقعد قدام ليلى وأقدر أقول لها أنا أبوك يا ليلى، أنا أبقى عباس الدميري ده. عندي مشوار مهم. طب عايزك في كلمتين مهمين. طب قول، انا عايز الحق اليوم. هنتكلم في وسط الشارع كده؟ تعالى نقعد. الاول طمنا على محمود، عامل ايه في الشغل؟ لسه ما يبانش دلوقتي، لكن باين عليه ولد ممتاز فعلا. مش هوصيك عليه تاني يا محمد. ايه حكايتك عباس؟ عملت وصي على محمود، اتجوز لبنى. وانت يا اخي انت ناسي نفسك قوي كده ليه؟ مين قالك ان ناسي نفسي؟ انا عارف كويس قوي انا هعمل ايه. عباس قول لي،
انت بتتلذذ يعني انك تعذب نفسك؟ عذاب ايه يا ابني؟ انا كويس قوي اهو. عمال تتلطم ويوم تبات هنا ويوم تبات هنا، ومفيش في جيبك ولا مليم. مين قالك ان ما معيش ولا مليم؟ اهو 175 قرش. بطل هزار بقى يا عباس. ولعلمك انا متضايق جدا من ساعه ما خدت مني ال 20 جنيه. ما تتضايقش يا محمد، هرجعهم لك. بص يا عباس، انا قررت انني اجيب لك شقه صغيره كده علشان تقعد فيها، وعربيه، وهديك راتب شهري لغايه بس ما الامور تتصلح. تيجي الخير والله يا محمد، شقه وعربيه ومرتب. صدقني والله العظيم انا ما انا محتاج حاجه من دي. يا عم اسمعني بس. اسمعني انت، انا عارف دلوقتي سكتي كويس قوي وهفاجئكم. يا عباس، يا اهلا وسهلا، اتفضل. معلش ست محمود، طبيت فجأة كده وبدري قوي. البيت بيتك يا راجل، اتفضل خطوة عزيزة. انا بس عايز الشنطة. عيني يا اخوي، ده انا شايلها لك في الدولاب عشان الواد وحيد ما يلعبش فيها. من عيني. اتفضل اتفضل. تسلم ايديك. تشرب ايه بقى؟ ولا حاجه، انا اصلي مستعجل، مش عايز اتعبك. تعب ايه؟ هيجي ايه جنب اللي انت بتعمله معانا؟ ده احنا مش عارفين نشكر لك ازاي. ولا انا عملت ايه؟ كل اللي بتعمله مع محمود والولاد، كل ده وتقول ايه؟ يا ست محمود ولبنى وحيد دول ولادي فعلا، مش زي ولادي. الا صحيح سمعت من محمود كده، سمعت غصب عني والله ان في حاجه كده. بخصوص ايه يعني؟ انت زعلان مع الجماعه، مع العيال يعني؟ احكي لي في ايه؟ دي حكايه طويله يا ست محمود. والنبي لا تحكي لي، فضفض يا اخويا. احكي لك، انت ما تعرفيش غلاوتك عندي قد ايه يا ست مهجه. والله زي اختي واكتر. زي اختك؟ طبعا زي اختك، امال هكون زي مين يعني؟ انا هطلب منك طلب غريب قوي يا ست مهجه، اصل عندي مشوار مهم قوي، عايزك تدعي لي ربنا يفتحها في وشي. سلام عليكم. سلام. ربنا يكفيك شر المداري والمكتوب ولا انت جداري، ويرجعك لعشك ولا حد يقدر ينشك يا سي عباس يا اخويا. التاريخ كما ايه؟ التاريخ كما يجب ان يكون. وده عن ايه بقى؟ الكتاب باين من عنوانه يا فندم، عن التاريخ. كتاب تاريخ يعني؟ بالظبط كده حضرتك. كتاب خارجي؟ يعني خارجي ازاي يعني؟ يعني مقرر على سنة كام؟ مقرر على كل السنين. كتاب عن التاريخ بشكل عام، كتاب ثقافي. ثقافي. ايوه. شوف بقى يا استاذ، انت باين عليك وشك سمح وانا حبيتك، وباين عليك كده واد كتيب. انا متشكر يا فندم، متشكر. شوف بقى يا استاذ، ده انتاج الدار، مملكه الليل، بنات الليل، وانحرافات الكبار. كفايه كده يا فندم، انا فهمت خلاص. سيبك بقى من الكلام الفاضي ده، واقعد كده مع نفسك، اكتب لك كام عنوان من دول تاكل منهم الشت. الكتاب عاوزينه بالكتير 100-120 صفحة. وابقى سيب الغلاف علي، انا اصلي صايع اغلفة. التاريخ كما يجب ان يكون. عظيم. هاي يا صاحبي، بس هاي شكرا. ده بقى يطلع له كم صفحه؟ ده من 600-650 تقريبا. تفتكر نعمل منه كم نسخه؟ زي ما ساعتك تحب يعني. انا متاكد ان شاء الله هيبقى في اكتر من طبع. جميل. 15000 جنيه كويس. ياه، رضا من عند ربنا. أنا كان ممكن أقول 20، بس يلا 15 كفاية. يا فندم لو قلت 10 بس أنا موافق. 10؟ 10 إزاي يا أستاذ عباس؟ يا
يا راجل بقى انا بقول لك 15 تقول لي 10. لو ببلاش تحب سعادتك نمضي العقد امتى؟ اول ما سعادتك تجيب الفلوس. انا اللي اجيب الفلوس؟ هو مين اللي بيبيع الكتاب، انا ولا انت؟ يا سيدي الفاضل، احنا بننشره لك عندنا في دار النشر على حسابك، وكمان بنتولى عمليه التوزيع. يعني ايه؟ يعني الفلوس اللي حضرتك هتجيبها يا استاذ عباس حق النشر والتوزيع. طب ما لو معايا الفلوس دي كنت نشرته على حسابي. يا راجل، هو في حد يقبل ينشر الكلام ده على حسابه؟ انت ايه اللي عملته ده؟ بحط التاريخ كما يجب ان يكون. وإيه اللي حصل يا مصر؟ 20 سنة يعملوا في الناس كده، اللي بحد قرأ إيه اللي في الكتاب؟ ما هو كتاب باين من عنوان، وفي حد فاضي يقرأ؟ التلفزيونات مالية القهاوي وشغالة ليل ونهار، والمزز مالية الشاشات، حد بقى فاضي يمقق عينيه في اللي أنت بتكتبه؟ ولا عناوين الكتب يا مرسي؟ أنا ما بقيتش مصدق. تصور في كتاب اسمه مختصبات على حسن. على كرسي الاعتراف. كتاب انا قريته. ايه حكايه؟ وفي كتاب تاني اسمه بنات الليل وانحرافات الكبار، وفي مملكه الليل، وفي بانورات الجنس الحرام. كل المجموعه دي عندي. ولا مرتي برضه مش هستسلم. يعني هو كتاب له خصوصيه شويه، ما تقدرش تقول سيادتك ان هو كتاب في التاريخ، لكن وجهة نظر، بحث في التاريخ، كيف يمكن ان يكتب التاريخ ويقترب لاكبر قدر من الحقيقة. كويس قوي. هو مختلف عن اللي موجود في السوق. شيء هايل، شيء عظيم يا استاذ عباس. احنا بنحاول نواجه زحف الكتب التجارية الرخيصة اللي مالية السوق باعمال جادة وجدية ومحترمة. ممكن اشوف الكتاب ده؟ قوي. بس سعادتك انا ما عنديش فلوس اقدر اطبع الكتاب على حسابي. تطبعه على حسابك ده يا استاذ عباس، احنا هنطبعه على حسابنا وهندي لك كمان نسبه كبيره قوي من التوزيع. بس يا ريت بقى اقدر اشوف الكتاب، لان عندنا هنا لجنه بتقرا. اجيبه لسعادتك امتى؟ يا ريت في اسرع وقت. حالا حالا يكون عند حضرتك. انا متشكر قوي. لا مؤاخذه يا اخ، هو الزبال ما بيعديش عليكم؟ بيعدي علينا ليه؟ لما هو بيعدي بعت لي ناخد الزباله دي ليه؟ دي زباله؟ دي تحف يا ابني. تحف؟ دي هدوم قديمه من ايام الخديوي يا ابني. مش بقول لك تحف، هو في تحف جديده؟ طب استنى. ها شايف الفازه دي؟ دي بقى انا شايلها على كتفي من العراق من ايام الجزو. عارف دي منين؟ من قص صدام. يعني فازه كيميائيه وكمان مسروقه. يعني أنا الواحد اللي سرقت؟ أنت مالك أنت؟ أنا بقولك على أصل المنشأ بتاعها. خلاص خلاص. وإيه ده؟ لا أنت هتقعد تفعص، هتشيل ولا مش هتشيل؟ خلاص هنشيل. امسك 20 جنيه هم. كل التحف دي ب 20 جنيه؟ هات 25. هم 20، هتاخدهم ولا؟ يا عم هات. يلا يا تعالى شيل الهدوم دي. حاضر يا معلمي. بيكي يا بيكي يا هدوم قديمة للبيع. قديمة؟ جرايد ومجلات قديمة للبيع. بيعة؟ بيك يلا يلا. خلاص يا مرسي، اللي بحلم بيه طول عمري حصل. في ناشر هينشر الكتاب. يا حبيبي يا عبس، ألف مبروك. مبروك، ألف مبروك. الكتاب فين؟ هو كان هنا؟ أيوة كان هنا. يا نهار السدوم نايل ب60. معرفش ده على إيه؟ إيه ده بس؟ تعال نلحقه. نلحق مين؟ بتاع الربوبيكا شاله مع الشيا. يا نهار أبوك أسود. سمحت والله، بتاع الربابيكا مشي من فين؟ تعال استنى. شو في حاجة يا أستاذ؟ لا مفيش، اتكل على الله. بيكي
بكيا بكيا هدوم قديمة للبيع قديمة جرايد مجلات قديمة تعالى هو انت بقى انت تضحك عليا وتديني شوية هدوم هلاهيل يا حرامي بس يالا بس ايه ده لا فيهم بدلة بكم ولا بنطلون بسوستة حتى الجزم اللي مديها لي كلها شمال اقول لك ايه خد حاجتك واديني فلوسي الورق فين ورق ايه التاريخ كما يجب ان يكون التاريخ مين اللي مؤاخذ اسمع ركز معايا انت لما جيت خدت الحاجه مش خدت فيهم شويه ورق ومجلات اه خدتهم عاوزينه تعملوا بيهم ايه انت مالك انت وديت الورق ده فين اديته للحمصالي صاحب المهنه اللي ورانا هيعمل بيهم قراطيس صدق ان انت راجل قرطاس انا قرطاس احترم نفسك يا قرطاس بكيا شوف يا حمصالي هما شويه ورق ملفوفين في الباره اللي جابهم لك صاحبك المعفن بتاع الربابيكي والنبي ما تفكرني بيه الله يجيده ويقطع منين ما راح الراجل النت اللي معفن جايب لي زباله يعني ورق دايب ما هينفعش نلف بيه حاجه واصل يا سيدي ما ينفعكش انت ينفعنا احنا عجايب يا ده سيد الورق اللي خدناه من زاد النت اللي معفن وديته فين ده ما ينفعش يا معلم خدوا بتاع الزباله زباله ولا سوكا ايه اوعى تكون خمسرت حاجه من الورق ليه هو ورق بنجنود دي زباله ايوه يعني انت طلعت من الحمصاني على هنا على طول لا رحت على المستورد الاول ايه مستورد هاجم انت ابن حلال مصفي كتاب باين عليه كويس مضمون جديد ورؤية مختلفة فعلا انا شكل قوي فنان ممكن نزود فصلين كمان في الاخر هو الكتاب ده كم صفحة حوالي 600-650 هايل قوي 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 ده كده بقى يبقى شبه موسوعة لا مش قوي كده يعني طب قول لي يا استاذ عباس طلباتك ايه ولا حاجة لا 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 ازاي حقوقك المادية احنا لا يمكن نظلمك فيها يا فندم مش هتظلمني كفاية انك تنشره شوف يا سيدي انا هدفع لك 3,000 جنيه وانا موافقه طبعا حضرتك ما اتنشرت لكش اي كتب قبل كده لا بس اي شغل بعد كده هجيبه لسعادتك طبعا 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 يعني اقصد ان ده الكتاب الاولاني ايوه فندم ده الكتاب الاولاني اسمح لي اقول لك يا استاذ عباس اسم الكتاب التاريخ كما يجب ان يكون بلغه السوق البيع والشراء يعني اللي هي لغه التجاره مش بياع يعني اسمه يا فندم الاسم ده هو الموضوع لو سمحت يا استاذ عباس بعد اذنك اديني فرصه كامله انا عارف انك مصر على اسم الكتاب ده وانا هنشره زي ما هو بس هنعمل مقدمه كويسه ليه المشكله بقى مش في اسم الكتاب امال في ايه الحقيقه المشكله في اسمك انت اسمي انا ازاي يعني انا اقصد ان كتاب في علم التاريخ لازم يكون عليه اسم كاتب له وزن ومصداقيه عند القراء شوف يا استاذ عباس انا بقول لك من دلوقتي الكتاب هيتنشر زي ما هو وحقوقك الماديه هتاخدها على داير مالين بس للأسف اسمك مش هينزل على الكتاب يعني كتاب هينزل من غير اسم من غير مؤلف يعني لا ما اقصدش يعني عندك مثلا الدكتور سيد عبد الحميد دكتور مصطفى سليمان دول أعلام في التاريخ وبالتأكيد اسمهم على كتاب زي ده هيخلوا له قدر وقيمة تانية خالص وعلى العموم اعتبر دي أول بروفة بالنسبة لك في حياتك هنجرب ومن غير ما نتعور يعني اعتبرها بروفة أولى في حياتك ومن عارف بعد كده مش يمكن ننزل كتاب صغير باسمك وينزل السوق يكسر الدنيا والناس كلها تعرف اسمك وبعد كده بقى نطبع لك كتب كتير مش بس كتب صغيره لا كتب كبيره ومهمه قوي قلت يا استاذ عباس استاذ عباس استاذ عباس تسمح لي اعطل ساعتك دقيقتين اتفضل تعرف احمد عرابي باشا طبعا الزعيم احمد عرابي عندي كتاب عنه اهو هو الراجل ده بعد الثوره بتاعته ما فشلت نفوه جزيره سيلان في جزيره سيلان اتعرف براجل مليونير
تاجر شاي جه في يوم قعد مع عربي باشا، قال لي يا عربي باشا انا حاسس ان عندك مشكله ماديه وانا لقيت لها الحل. هناخد اسمك نحطه على الشاي ونديك في المقابل 50,000 جنيه استرليني، يعني بفلوس دلوقتي اكتر من 50 مليون. تعرف عرابي باشا قال له ايه؟ قال له ايه يا استاذ عباس؟ نحن مسلمون، من باع اسمه فقد باع دينه. ولا يا ولا والنبي يا ولا عمي ولا يا ولا. ايه يا بط؟ عايزين يدوني 3000 جنيه وينزل كتاب باسم غير اسمي. شوية الورق دول ب 3000 جنيه؟ ده عالم عبط وحمير. على النعمة ما ادفع فيه ربع جنيه. بس مبروك عليك يا عبس. رزق اللي يبلع المجانين. أنا رفضت يا مرسي. ايه؟ رفضت؟ أنت مجنون يا جدع أنت؟ أنت عايزني أبيع اسمي؟ أبيع عباس الدميري ب 3000 جنيه؟ وكويس إن أنت لقيت واحد حمار يشتري اسمك ب 3000 جنيه. طب ياخد اسم مرسي بجوز جنات، عامل لي ايه اسم يعني؟ اسمع يا عباس، تعال نروح للراجل ونقول له ان احنا غيرنا راينا. لا يا مرسي، الكتاب هينزل وباسمي. انا هكلفه وانشره على حسابي. بتصرف عليه منين؟ ما انا عارف البيلو غطاه. انا هشتغل ليل نهار ان شاء الله في الباعه. هعطي القرش على القرش لغايه نكمل فلوسه. هيكلف كام يعني؟ 15,000 جنيه. كم؟ 15,000 جنيه. ربنا يديك طولة العمر. مالك يا بحر؟ أبدا. ماليش. حاسة انك بعيد عني. كل ما انت بتبعد اكتر. احنا حتى ما بنقدرش نتكلم مع بعض. ايه اللي حصل؟ انت بتضايق مني في حاجة؟ مش طايقني ليه؟ انا مش طايق نفسي. انا حاسس اني عايش في كابوس مش عارف اخرج منه. في ايه؟ دي مش مستحمل انا احط ايدي عليك. مش طايق اني المسك. انت حتى بقالك مده مش طايقني. هات. احنا ليه عملنا كده في عباس؟ يا دي عباس، انت عايز ايه يا محرم؟ عايز تخرب البيت على وضع مش طبيعي؟ على حاجه مش طبيعيه؟ الراجل اللي رجع ده احنا ملناش اي علاقه بيه. ده راجل مات وخد حقه وزياده. دفناه وعملنا له احسن عزا وكل سنه بننزل نعيه في الجرنال. طب ولاده؟ ولاده ربناهم احسن تربيه. وديناهم احسن مدارس. وكبرناهم. وبقوا على وش جواز. عايز ايه تاني يا محرم؟ فهمني. عايز اعرف ازاي هحل مشكله عباس دي. مشكله مش في عباس. مشكله فيك انت يا محرم. احنا كلنا اعصابنا تعبانه والبيت اللي قعدنا سنين نبني فيه هيتهد فوق دماغنا. ولادنا هيضيعوا مننا مش هنلاقيهم تاني. انت ازاي مش قادره تفهمي؟ ده عباس يا نهدي. عباس ده مش عباس. مش ده عباس اللي كنا نعرفه زمان. ده راجل تاني انا مش فاكراه. أنا حتى مش فاكرة اتجوزته ازاي وليه. عباس سافر من 20 سنة وما كانش حلته ولا حاجة. ورجع لقى عنده أكتر من 100 مليون جنيه. أنا هتفاوض معاه. مش هسيبه. ولعلمك بقى
مديته الربع مليون جنيه كانت عينه هتطلع عليهم، بس مسك نفسه. لو هتفتكر ان زي ما هو بيقول هو راجع عشان ياخد الولاد في حضنه، ده ما يعرفهمش. ده شاف اشرف ابن الوزير افتكروا ابنه وخده في حضنه وقعد يعيط. هو ده عباس اللي كنا نعرفه يا محرم؟ ده عباس اللي عايز تخرب بيتك عشانه؟ حكاية ما تتحسبش كده يا محرم. حكاية مش مشاعر وعواطف وكلام أفلام، دي لازم تتحسب، تتحسب صح. أرجوك يا محرم تعالى نسافر في أي حتة بعيد، نروح البحر الأحمر أو ننسى القرف ده وفرصة نفكر بهدوء. بهدوء عشان خاطري، عشان خاطري يا محرم تعالى نسافر ناخد العيال معانا، كلنا محتاجين نبعد. محرم أنا حياتي ابتدت معاك أنت، عمري كله قضيته معاك، أنا ماليش حد في الدنيا دي كلها غيرك أنت. أرجوك أرجوك ما تهدش كل حاجة في سنة. استغفر الله العظيم يا زمن لعبي وعن الخداع عليكم، والطيب فيه بيقولوا عنه تغف، واخينا في قلبه ما بدأوا ماشي طريق بدأوا. لو حس النار تلسعه ببرود يقول لها هف، معقولة في حد الزمان ده؟